في هذا البرنامج أو خلال قراءاتي أو حتى في حواراتنا الخاصة، بعض الأحيان أتوقف عند نقطة يقول بها المحللين والأساتذة المختصين في هذا الأمر، عندما يقولون أنه مستقبل إيران يتوقف على الضربة الإسرائيلية ومدى تأثيرها ومدى ما تحققه، وكأنه إيران دولة صغيرة ضربة واحدة ستنهيها. وأنا أحيلك، الحرب العراقية الإيرانية استمرت لمدة 8 سنوات، كانت حرب طاحنة مدمرة أكثر من هذه الحرب، واستمرت 8 سنوات وبقيت إيران واستخدمت فيها كل أنواع الأسلحة. لماذا البعض يعتقد بضربة واحدة ستختفي إيران؟ لم أقل أن إيران سوف تسقط بضربة واحدة. أنا لم أقصدك أنت، لكن التصريحات عموما. لأن ما نشهده اليوم ردة فعل محور ممانعة لم تكن على حجم الضربات. لقد اغتيل السيد حسن نصر الله، لقد اغتيل إسماعيل هنيه في عقر دار إيران وهو في ضيافة الحرس الثوري. ماذا كانت ردود إيرانية؟ بالأمس كان الرد سقط في رصاص ابتهاج بيروت جرحى أكثر مما سقط في إسرائيل جراء الصواريخ التي أطلقت من إيران. إيران ظهرت بأنها محرجة، بأنها باهتة في ردودها، بأنها ليست على حجم الهجمة الشرسة الإسرائيلية. أضف إلى أنه إن أردنا العودة إلى الحرب الإيرانية العراقية، يجب أن نقول أن إيران استمدت قوة من أمريكا ومن إسرائيل خلال الصفقة الشهيرة، صفقة إيران جيت أو ووتر جيت. كان هناك إرادة بضرب العراق يومها، وحتى حين انتهت الحرب الجملة الشهيرة للخميني أنه تجرع الكأس، فسمت الدور هذا كان مطلوب. نعم. فسمت الدور كان مطلوب من إيران على صعيد العالم العربي. هذا الدور تجلى بما حكي عنه لاحقا بالهلال الشيعي، هذا الدور تجلى بتباهي إيران بأنها تسيطر على 4 عواصم طيب. عربية، وبأن لديها 7 جيوش. أي إيران لعبت على أضعاف العالم العربي وعلى شرزمة العالم العربي مذهبيا. طيب أستاذ جورج.